السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد الترحاب بكم في درس جديد من دروس المستوى الثالث ابتدائي في مادة الرياضيات مع درس جديد عنوانه الأعداد الكسرية مقارنة وترتيب Comparer, ranger, des fractions. بعدما تعرفنا في الدرس السابق على الأعداد الكسرية، ما هي الأعداد الكسرية وكيفية قراءتها وكتابتها، في هذا الدرس سنتعرف على مقارنة الأعداد الكسرية باستعمال الرمز أصغر أو أكبر أو تساوي وترتيبها ترتيبا تزايديا أو تناقصيا. الحصة الأولى والثانية، لنبحث ونطبق. تمثل الأشكال قطع حلوى متشابهة اشتراها 4 أصدقاء. الأجزاء الملونة تمثل ما أكله كل منهم من قطعته. إذن هناك 4 أصدقاء: سامية، أمين، أحمد وفاطمة. اشتروا نفس قطعة الحلوى، لكن سامية قطعتها إلى هذه الأجزاء وأكلت الجزء الملون من الحلوى التي اشترتها، كذلك أمين، كذلك أحمد، كذلك فاطمة. إذن الجزء الملون، ماذا يمثل الجزء الملون؟ ما أكله كل شخص من قطعة الحلوى التي اشتراها. إذن ألف، نكتب العدد الكسري الذي يمثل جزء الحلوى الذي أكله كل منهم. إذن سنحول هذا الرسم إلى عدد كسري. إذن سنكتب العدد الكسري الذي يمثل ما أكله أحمد، ثم ما أكلته فاطمة، ثم ما أكلته سامية، ثم ما أكله أمين. باء، نقارن هذه الكسور بوضع الرمز المناسب أصغر أو أكبر أو تساوي. إذن سنقارن ما بين 2/4 و4/4، ثم 1/4 و3/4، ثم 2/4 و2/4، ثم 1/4 و2/4، ثم 2/4 و3/4، ثم جيم، نلاحظ بسط ومقام كل عدد كسري ونستنتج. إذن سنلاحظ المقام كل عدد كسري وبسطه ونستنتج القاعدة التي نطبقها لمقارنة عددين كسريين. إذن نكتب العدد الكسري الذي يمثل جزء الحلوى الذي أكله كل منهم. إذن نبدأ بأحمد. أحمد، لاحظوا أحمد، قطعة الحلوى لأحمد قسمها إلى 4 أجزاء متساوية وأكل جزئين من أصل 4 أجزاء. إذن العدد الكسري الموافق هو 2/4. إذن أحمد أكل 2/4 من الحلوى التي اشتراها. ثم فاطمة قسمت الحلوى التي اشترتها إلى 4 أجزاء وأكلت جزءا واحدا، أي فاطمة أكلت 1/4. إذن العدد الكسري هو 1/4.
ثم سامية، لاحظوا جيدا سامية، الحلوى التي اشترتها قسمتها إلى 4 أجزاء وأكلت 3 أجزاء، أي 3 على 4. إذن سامية أكلت 3 على 4 من الحلوى التي اشترتها، بينما أمين قسم الحلوى التي اشتراها إلى 4 أجزاء وأكل 4 أجزاء منها، أي 4 على 4. إذن أمين 4 على 4. ب. نقارن هذه الكسور بوضع الرمز المناسب، أصغر أو أكبر أو تساوي. إذن نلاحظ العددين الكسريين الأولين، 2 على 4 و 4 على 4. 2 على 4 يمثل ما أكله أحمد، إذن ما أكله أحمد، و 4 على 4 يمثل ما أكله أمين. إذن لاحظوا جيدا ما أكله أحمد وما أكله أمين. إذن ما أكله أحمد هل أصغر أم أكبر مما أكله أمين؟ أحمد أكل نصف الحلوى بينما أمين أكل كل الحلوى. إذن 2 على 4 أحمد أكل أصغر من أمين. إذن 2 على 4 أصغر من 4 على 4. ثم 1 على 4 ما أكلته فاطمة، و 3 على 4 ما أكلته سامية. إذن فاطمة أكلت جزءا أصغر من ما أكلته سامية. إذن 1 على 4 أصغر من 3 على 4. ثم 2 على 4 و 2 على 4 وهما كلاهما يمثلان ما أكله أحمد، أما أكله أحمد 2 على 4 وما أكله أحمد كذلك 2 على 4. إذن العددان كيفهما؟ هما متساويان. إذن سأضع الرمز تساوي. ثم 1 على 4 و 2 على 4، 1 على 4 يمثل ما أكلته فاطمة، فاطمة 1 على 4، و 2 على 4 ما أكله أحمد. إذن ما أكلته فاطمة أصغر من ما أكله أحمد، أي 1 على 4 أصغر من 2 على 4. ثم 2 على 4 ما أكله أحمد، و 3 على 4 ما أكلته سامية. ما أكله أحمد أصغر من ما أكلته سامية. إذن سنضع الرمز أصغر، 2 على 4 أصغر من 3 على 4. جيم. نلاحظ بسط ومقام كل عدد كسري ونستنتجه. نلاحظ جيدا هذه الأعداد الكسرية كلها لديها نفس المقام، 4 4 4، كل هذه الأعداد الكسرية لديها نفس المقام، بينما البسط مختلف. لاحظوا هنا في هذين العددين الكسريين، 2 أصغر من 4، ثم 1 أصغر من 3، ثم 2 تساوي 2، ثم 1 أصغر من 2، ثم 2 أصغر من 3. إذن كقاعدة لمقارنة الأعداد الكسرية التي لها نفس المقام، نقارن بسطها، الذي لديه أصغر بسط يكون العدد الأصغر، والذي لديه أكبر بسط يكون العدد الأكبر. وإذا كان لدي نفس المقام ونفس البسط في هذا كما في هذا المثال، نضع الرمز تساوي. إذن ما يمكن أن نستنتجه؟ لمقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام، نقارن بسطي الكسرين، أكبر العددين الكسريين هو أكبرهما بسطا. التمرين الأول، تم تجزيء الشريط أ بكيفيات مختلفة، أكتب الأعداد الكسرية الممثلة
ثم أقارنها بوضع الرمز أصغر أو أكبر أو تساوي. إذا أخذنا نفس الشريط وقمنا بتجزئه إلى أجزاء مختلفة. إذا سنكتب العدد الكسري الذي يمثل كل جزء ملون من هذا الشريط في كل حالة من هذه الحالات، ونقارن بين العددين باستعمال الرموز أصغر أو أكبر أو تساوي. إذن في المثال الأول قمنا بتقسيم الشريط إلى ثلاثة أجزاء، وفي الشريط الأول لونا اثنان من أصل ثلاثة، أي العدد الكسري الموافق لهذا التمثيل هو اثنان على ثلاثة. كذلك في هذا الشريط قمنا بتقسيمه إلى ثلاثة أجزاء ولونا جزئين من أصل ثلاثة، أي اثنان على ثلاثة. لاحظوا جيدا أن عدد التربيعات الملونة متساو، أي 2 على 3 تساوي 2 على 3. إذا العددين لهما نفس البسط ونفس المقام، إذا نضع الرمز تساوي. ثم في الشريط الموالي قسمناه إلى 1 2 3 4، وقمنا بتلوين 4 تربيعات من أصل 4، أي 4 على 4. ثم هذا الشريط لم نقسمه، احتفظنا به وحدة كاملة ولوناه كله، أي لونا 1 من أصل 1، أي 1 على 1. نلاحظ جيدا نفس الجزء الملون في كلا الشريطين، إذن 4 على 4 تساوي 1 على 1، 4 على 4 تساوي 1 على 1. ثم في الشريط الموالي قسمناه إلى 1 2 3 4 5، وقمنا بتلوين 1 2 3 4، أي العدد الكسري الموافق لهذا الشريط هو 4 على 5. ثم هذا الشريط قمنا بتقسيمه إلى 1 2 3 4 5، وقمنا بتلوين 3 تربيعات أو 3 أجزاء فقط، إذن 3 على 5. نلاحظ جيدا طول هذا الشريط الملون أكبر من طول هذا الشريط الملون، أي 4 على 5 أكبر من 3 على 5. Exercice 2. Je compare les deux fractions qui représentent les parties colorées de chaque cas. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'écris la fraction de chaque partie colorée et je compare les deux fractions dans chaque cas. Dans la première représentation, j'ai coloré 1, 2, 3, 4 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la fraction c'est 4 sur 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 sur 6 est inférieur à 5 sur 6. 2 sur 1, 2, 3, 4, 5. 2 sur 5. Et là, j'ai 2 sur 5. 2 sur 5 égale 2 sur 5. 5 sur 8 et 4 sur 8.
5 sur 8 est supérieur à 4 sur 8. 4 sur 4 et 4 sur 4. 4 sur 4 égale 4 sur 4. 2 sur 4 et 3 sur 4. 2 sur 4 est inférieur à 3 sur 4. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.